يا اختي العزيزه، انا ابغى اتكلم معك بكل وضوح. بالنسبه للقضيه هذه احنا متكلفين يعني بمحامي، بمحاكمه، بكل صغيره بكل كبيره. احنا اخوانك. اكيد انت اخواني، اكيد ما انا متحكم الا باخواتي. ولا تشغلي همك بالسفاره اللي عندك، ولا حد يجي يكذب عليكم ويديكم الكلام. سفاله مش سفاره. ها؟ قولها سفاله مش سفاره. والله من جد سفاله. وغسان، ليش غسان هذاك الصيدلي غسان ينزل فيديو يقول لها، يقول تتكلمين ان ما فيش اي حاجه وانش بخيره والكلام كله كذب؟ ليش؟ علمها اني تتكلم وضغط عليها. يعني تم الضغط عليها من قبل غسان الصيدلي؟ ايوه ضغط عليها، ضغطوا كلهم، السفاره، المحامي، الفني، سمخان، ماهر، كله. يعني ضغطوا عليها. طيب على العموم ضغطوا عليها؟ لا ما كان ضغطوا علي انا اعمل شوك. على العموم يا اختي عندك شوك للسفارة هذاك، ضغطوا علينا قالوا اعملوا عشان نكمل القضية، لو ما عملنا شوك ولا كملوا القضية ولا شيء قفلوها. ايوه يعني لعبة السفارة.